ناس تجمع الطوابع وفي ناس تجمع السيارات الكلاسيكية النادرة، وهذه الهواية أكيد أنها تستهوي الكثير من الشباب وحتى البنات من فئات عمرية مختلفة، وتعتبر هواية من الهوايات، غير أنها غالية بس أنها هواية مميزة وجميلة جدا، بعيدة عن كونها من الذكريات المرتبطة في أذهانهم عن الأفلام السينمائية أو حتى الذكريات مع العائلة في هذه السيارات الكلاسيكية. زميلتنا مها الفران التقت بمجموعة من هواة السيارات الكلاسيكية في مدينة جدة، نتابع. يعني تقريبا الوالد كان يملك سيارات كلاسيك، وأنا من صغري يعني كانت تلفتني للأمانة، فلحد الآن في الذكريات والصور، فحاجة جميلة يعني. ما شاء الله تبارك الله، أصحاب السيارات الكلاسيكية محافظين عليها ومقتنيينها اقتناء تراثي اللي محافظ عليها من جده ومن أبوه وارثها، وما شاء الله سيارات جدا جدا جميلة وتعبانين في تفاصيلها. أهنيهم وشرفونا في تجمعات حلبة كورنيش جدة. أتمنى أنكم جميعا تقتنوا السيارات الكلاسيكية وتمارسوا هواياتكم في الأماكن المصرح لها في حلبة كورنيش جدة، تشرفونا وتنورونا جميعا. الهواية هذه جاتني، أنا شغال في تنجيز سيارات داخلية، سيارات زي كذا، فدائما جينا سيارات زي كذا، فالحمد لله هذه ثاني سيارة لي أخذتها وزبطتها وزي كذا. شكرا لزميلتنا مها الفران على هذا التقرير. مشاهدينا نطلع فاصل سريع، من بعد مكملين.